من زمان كانوا بزودنا يعتبروا انه النساء ما لازم تشتغل، الرجال بيشتغلوا والنساء بتقعد بالبيت. من بعدها صارت المرأة تشتغل، بس ضلوا يقولوا انه المرأة ما فيها تعمل الاشياء اللي بيعملها الرجال. ومؤخرا منلاحظ انه قليل كتير الاعمال يلي ما فيها المرأة تشتغلها. والبرهان، محطة بنزين تم افتتاحها بصيدا، كل موظفين نساء وبنات. نتابع هالريبورتاج. على بعد أمتار من مدخل صيدا، مشهد جريء وغير مألوف. بنات ونساء بيشتغلوا بمحطة بنزين. أول شيء بتحس إنه شيء صعب، تتوهم إنه يي بنت تشتغل بالمحطة، بس وقتها تيجي وتجربي وتشتغلي كتير حلو الشغل. أول ما بلشت أكيد أي واحد بشوف بنات على محطة بنزين إنه هيدي شغلة بتختص بالشباب. حبيت الفكرة تصير في مساواة بيننا وبين الشباب. شو ما كانت الغاية لشغلهم بالمحطة أو أي مهنة غير مألوفة لألون، فبالتأكيد أنه النكهة النسائية بتضل الألطف بكل الميادين والمجالات. لنعرف أكثر عن هالموضوع نستقبل السيد محمد صمورة. أهلا وسهلا فيك. تفضل. محمد صمورة، أول محطة بنزين الكل اللي بيشتغل فيها هن من العنصر الأنثوي. مزبوط، 100%. أو النساء إذا بدنا نحكي. صح. كيف طلعت هالفكرة وكيف بلشت فيها؟ هي الفكرة من الأونر تبع المحطة اللي هو مسيو مرعي أبو مرعي. هو كان مغترب وجاب الفكرة من برا، معه من سويسرا، عجبته الفكرة برا وحاب يطرحها بموطنه، وخصوصا المنطقة اللي كان عايش فيها هو ربيان فيها اللي هي صيدا. رغم انه صيدا هي منطقة كتير محافظة، وجرب انه يكسر القواعد وعمل هالمحطة البنزين اللي هي معظم بناتها، معظم الموظفين فيها بنات. قديش هون كانت ردة فعل الأشخاص اللي بيقطعوا هالمحطة؟ أول شيء كان في كتير لحديت هلا، يعني نحن هلا بعد شيء 10 دايز بنطبق السنة، كان في كتير يعني متفاجئين على طول كلياتهم بكونوا. حتى هلا بعد في ناس بيمرقوا بيتفاجئوا انه بيطلعوا بالبنت انه حضرتك عم تعبي بنزين، بتقول لهم ايه، بعدين خلص بيتقبلوا. كيف بيجوا بيسالوا؟ في منهم، في منهم لا، في منهم بيطلعوا فيها مثلا بيصيروا يراقبوها، يمكن خوفا انه تغلبت بشيء، يمكن لانه ما عندها خبره. بتحس مزبوط يعني محل البنزين يعني بيصيروا هيك يفكروا. بس لا تمام، يعني هن اكيب مرن 100% وشغله تمام. يعني كريستيان حجر، احمد شمال، انا عم بتسال كيف كيف بت كيف يعني كيف تعمل ريكروتمنت للصبايا او للسيدات؟ في معطيات معينه؟ في لازم يكون عندها باك جراوند معين؟ لا بالعكس، هو الاهم انه هي تكون متقبله لفكره انه تكون عم تعبي بنزين. هي اذا عم بتقدم تشتغل يعني حب. مزبوط. هلا نحن السيستم اللي قلنا بالكمانجمنت، اول شيء كثير مساعدين البنات ليكونوا تريند ويل، عشان هيدا في معهم شباب بيساعدون واقفين معهم على طول بضلهم، بس هو يعني بتقولي 75% من الموظفين هن بنات. فهيك عم تشوف الصور كمان على السكرين. هيدي المديره تبعيتنا. شو عمارو؟ هالمديره. هالمديره مثل الاف بي اي لقطه بتساعدنا كمان بالشغل. هيدي مين؟ آية. هيدي مين؟ آية، هي معنا كمان هون بالباك ستيج. بنوجه لها تحية كتير كبيرة لآية. رولا كادم، أنا بدي هنيكم. أنا بالنسبة لإلي خلص صارت المرأة يعني عم بتحل، سوري جايز، بس إنه فيها تحل محلكم بكتير إشياء. لا قد ما بدكم عبوا بنزين، لا سوري جايز، لا سيارات، لا 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 سوري. صرنا صار عندنا ديفيلوت نسوان، وصار هلا عم نشوفهم، يعني هيدا بنشوفه كتير عمل لخرج الرجال، يعني انه قديش المره صارت عم تتحدى للجيل بهيك مواضيع. اذا هالقد مبسوطه بعمل إيه؟ انا بلاقي انا بعمل بال انت وراجع على البيت، انت وراجع على البيت ونفخت دولابك، انزلي انت غيري ما بدك الا حدا. سوري بدي اقول لك لك عم بيقول شغله مهمه. نحن الترمبه مش بس تعبئه بنزين، يعني في ناس بعيروا دوليبهم على الترمبه، في ناس بشيكوا الزيت. مزبوط. هلا نحن بصدى التطوير انه نحط بنات بمغسل السيارات وبتغيير الزيت، يعني هيدي نكست ستيب لنا بالمحطه.
حبيب غبرين. أنا بدي أعتذر من كل العالم اللي تأخرت على موعدي الصبح من يومين، لأنه بس قال لي بيير أنه في ترومبا بصيدا كلها بنات وهيك، فدورت من هون رحت عبيت بنزين ورجعت خلص البنزين. بس ما وافقت ولا وافقت ما وافقت بقى. لا أنا ضد هالفكرة اللي أنا عم بقولها وفيت هلا. أنا ضد أنه صراحة، يعني أنا بعتقد أنه كان الهدف منه أنه استقطاب أكثر، مش لنثرة المرأة أبداً. لا هي فكرة أساسية، هي لا استقطاب شوية عالم زيادة، أنه في بنات بيشتغلوا على الترمبة وتيجوا الشباب أكثر، وحتى بنات بيجوا بيشوفوا كيف. أنا ما بحب أنه يعني بلاقيها بعد، وخصوصاً بمجتمعنا الشرقي مثل ما قالت بالأول كريستيان أنه نحن بعدنا بنحب، قالت اذا عم بيعبي بيركض الشاب الا لا انا بعبي عني. نحن بعدنا معودين ان الرجال هو بيحمي المراه وكل الاشغال الصعبه، وهذا الرجال هو بيقوم فيها. يعني انا اذا كان تهتم بالدوليب او بهذا ما راح اقبل ابدا. بس حبيب برا الواحد لحاله انه انت لحاله مش بنت. لا بنت ما بدها عمي، بنت برا الواحد بيقبض مصاري والعالم هن بيعبوا برا وبفوتوا حتى ايفن على الكريدت كارد صارت. كيف لقيت الفكره انت جورج؟ لا الفكره حلوه، بغض النظر انه انا موافق مع حبيب انه السبب الرئيسي والاساسي منها استقطاب اكثر عدد من الزباين، يعني مزبوط. بس اكيد ليش لا، بس حلوة يعني كل محل عم بيقدم خدمات بيستعمل كمان فكره ماركتينج حتى يستقطب اكثر عدد، يعني هيك ما فينا نلومه ما فينا نقول شيء اكيد. ناجي سوراتي، لا انا بس بدي اسال ليش بنيت؟ ليش بنات؟ هلا هي الفكرة الأساسية كبيس للفكرة هي إنه يكون في مساواة بين الرجل والمرأة، لذلك نحن المحطة يعني نحن 75% هن بنات، بس في عنا شباب، يعني بس إنه عم نعمل ليش عنا شباب؟ ليكون في الإكواليتي، يعني ما نفرجي إنه نحن مثلا بس بدنا نتكل على البنات بهدول الأعمال، يعني مش عم نلغي عنصر الذكوري بالمجتمع، بالعكس بس بدنا نعمل الإكواليتي. على المزود مين؟ بنت أو شاب؟ في بنات، في بنات بيروحوا توزيع توزيع مزود، في بنات توزيع مزود. طب بدي سيترنين هالجمعه عيني. خبرني كيف كانت العالم رده فعل العالم الصيدويه، يعني اللي قاعدين ايه هلا في اول شيء تفاجئ، بس هلا بعدين بصير بالعكس صاروا كثير فريندلي مع البنات وزادوا الطلبات اكيد. غدا تبين شو رايك بالموضوع؟ لا انا حبيت كثير الفكره، بس انه على امل يكونوا هن هالنسوان عم يستفيدوا ماديا ومعنويا وخطوه إيه تجاه مثل ما قلت يعني الايكواليتي اذا بدك، مش عم يستفاد منهم. لا بهيدي البوينت انا بدي احكي انه عن جد انا ملاحظ انه البنات اللي عندنا مش انه شوفت حال او ما يعني مش مثل ما بقول ما حدا بيقول عن زيتاته عكرين، بس البنات اللي عندنا عن جد عندهم بيرسوناليتي كثير رهيبه بيتقبلوا فكره شو قفوا عم بالبنزين بده يكونوا جدع، يعني يعني عن جد رائعين. طب اذا واحد لطشهم شو بيعمل؟ اذا اجى شاب هيك على الموتوسيكل او شيء ثقيل يعني قال له في عندنا شباب، في 75 نساء 25 شباب لهدول في شباب ببلشوا يعني شباب. هي ليك لانه الواحد اذا عم يشتغل هيك شغله بده يتعلم. لا المادموزيل بس مثل ما مبين بدافع عن حاله كف بيت له بدي اقوله على الصوره. عندكم فكره تطوروا اكثر من صيدا وتفتحوا فرع ثاني برات صيدا؟ اكيد. وين الفرع الثاني راح يكون؟ ممكن يكون ببيروت، راح تنزلوا دغري على بيروت. اي اكيد. من السيرفيس وقت واحد يعبي بنزين يوم صار معود انه كمان يغسلوا له الازاز. ايه البنات عندكم كمان بيقوموا بهال؟ اكيد. حبيب خبرين من الاخر انا بهنيهم على هالفكره وان شاء الله بتنجح. ثانك يو. كريستيان حجر انا بدي هنيكم وان شاء الله هالشيء يكون عن جد عم بيعطي شغل لنساء ثاني، انه لنساء يقدروا ما يكونوا كمان مفرقين بين رجال ونسوان، كلنا فينا نعمل ذات الشغل بالاخر. برافو. من الاخر ناجي انت مع هالفكره؟ لا انا ضد هالفكره، انا ضد هالفكره لانه بخاف ما نكون عم نستعمل المراه كأوبجي سيكسوال، يعني كشيء جنسي. هذا شيء بخوفني. غدا تبيلي من الاخر انا ما كثير حبيت الفكره بصراحه. هاي كيف ما حبيت هيك ما حبيت يعني وجود المراه على عطرمبة البنزين لقلي منه. أنا صراحة بهنيهم على الفكرة وبتمنى أرجع أشوفها غير مطارح، وعلى القليلة عم بوصفوا لبنانية كمان. أكيد. رولا كعدي. لا أنا حبيتها وبهنيكم وإن شاء الله هيك نشوفكم بكل لبنان. لبنان. السيد محمد صمورة نحن بنهنيكم لأنه أولا كسرتوا الطابو
بمنطقة صيدا وفرجيت انه لا النساء فيهم يشتغلوا حيلا عمل ممكن، وحتى بالترومبا. وتاني شيء درتوا تعملوه هو انه عم تشغلوا لبنانية بكل الترومبا اللي عم تفتحوا فيها. نحن بنهنيكم على هيدا الكونسبت. بركة اكيد هيدي الفكرة اذا بدنا نقعد نفكر فيها سيف ذو حدين، يعني في اشخاص مع في اشخاص ضد، انما الفكرة موجودة والتابون كسر. وشكرا كثير لوجودكم على الليلة.